أيضا للمزيد من النقاش ينضم إلينا الدكتور أحمد مجدي جنيدي أستاذ الإدارة الاستراتيجية. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه انه يعني كان في الكثير من التركيز والنظر على مصر وتحديدا قناه السويس خلال الايام القليله الماضيه، لكن نجحت الدوله المصريه في اداره هذه الازمه، كيف تابعت اداره الازمه؟ تماما طبعا احنا العالم كله تابع وكله كاد الانظار صوب مصر في موضوع السفينه الجانحه دي قناه السويس. طبعا السفينه اللي ادت الى وجود ازمه وازمه عالميه، وده بيؤدي الى اهميه قناه السويس وبيؤدي او بيثبت اهميه او عبقريه موقع مصر الجغرافي. عايزين نعرف الازمه ومشكلتها الاول ادت الى ايه. المشكله الاقتصاديه كانت 4 دولار زياده في اسعار البترول، خساره التجاره العالميه حوالي 400 مليون دولار كل يوم خساره التجاره العالميه، عدم امداد اوروبا بالغاز الطبيعي، كل ده ادى الى وجود ازمه عالميه بيبرز اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم اجمع. طيب هنشوف بقى الاداره المصريه ازاي تعاملت مع الازمه. طبعا كان في تعامل باحترافيه، احنا بنوجه الشكر لكل من تعامل مع هذه الازمه، خاصه رجال هيئه قناه السويس. التعامل مع الازمه كان باحترافيه، وقت قياسي يتم تعويم السفينه او يتم حل الازمه. المشكله كانت كبيره جدا وكانت مشكلة يعني كانت ممكن تقعد أيام كتير، بس بفضل يا ربنا ثم الإدارة المصرية في التعامل مع الأزمة تم حل هذه الأزمة. وده أنا من وجهة نظري إن هي كانت منحة أكثر منها محنة، وده لازم يكون في دروس مستفادة من هذه الأزمة اللي احنا لازم نتكلم عليها. طبعا طبعا، اتفضل يا فندم لو حضرتك تقول لنا ايه اهم هذه الدروس. الحقيقه انه في الكثير من الخبراء ركزوا على عدد من النقاط، اسمح لي اشير لحضرتك ليها وحضرتك تكمل على حديثي. الجزئيه المتعلقه بالبنيه الاساسيه وضروره تطوير محور قناه السويس والخدمات اللوجستيه اللي بيقدمها وكيفيه نظره العالم الان الى هذا المكان وهذه الخدمات. اتفضل يا فندم. طبعا احنا كإدارة استراتيجية لازم نستفيد من هذه الأزمة. انا من ضمن الدروس المستفادة بعد نجاح التعويم زي حضرتك ما قلتي، ضرورة تجهيز هيئة قناة السويس بكافة المعدات اللازمة لمواجهة هذا الخطر مستقبلا دون الاستعانة بأي شركات أجنبية. ثاني حاجة زيادة الوعي الشعبي عشان نواجه أي شائعات أو أي أخبار كاذبة. من ضمن الدروس المستفاده سرعه تدفق المعلومات الرسميه لقطع الطريق، وده اللي حصل، وكان انا بحيي الاعلام المصري في تناوله لهذه الازمه. اهم حاجه بقى اللي بتاكد المصريين اهميه قناه السويس وضروره الحاجه الى منحها مزيد من الاستثمارات. اي استثمار هيجيب ارباح مضاعفه. العالم كله النهارده احنا بنثبت اهميه قناه السويس، ولعل اللي حصل ده خير ان احنا بنبين اهميه قناه السويس، وان حركه التجاره العالميه توقفت، وان البديل هيبقى صعب اللي هو راس الربيع الصالح هيبقى بياخد وقت كبير جدا ومكلف جدا. قناه السويس بيبرز زي ما قلت لك عبقريه الموقع المصري واهميه القناه عالميه، فلازم نستغلها لمزيد من الاستثمارات عشان نزود، لان طبعا قناه السويس احدى اهم مصادر الدخل الدولاري او اللي هو احدى مصادر الايرادات العمله الاجنبيه لمصر، فنستغلها ل المزيد من الاستثمارات ونستفيد من الازمه دي. ثاني حاجه الحمد لله احنا تعاملنا مع الازمه باحترافيه، وده كان برضو اثبات للعالم ان احنا بنعرف نتعامل مع الازمات الكبيره. ايضا نعم، نظره العالم الان الى هذه المنطقه تحديدا يا دكتور، يعني ايه ابرز المحاور اللي ممكن يركزوا عليها دلوقتي بالنسبه للعالم؟ طبعا بالنسبه نعم بالنسبه لكل العالم اللي بيستخدم حتى قناه السويس كممر ملاحي مهم جدا بالنسبه لتجارته. طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا ده بيبرز اهميه قناه السويس، يبقى لازم احنا كده نستجيب للاداره المصريه في التعامل مع هذه القناه. في نفس الوقت بيبرز اهميه القناه واهميه موقع مصر الجغرافي، وبالتالي لازم التعامل مع مصر من هذا المنطلق، وبيبرز اهميه قناه السويس بالنسبه لحركه التجاره العالميه. ولازم يكون في تسليم، يعني زي ما حصل بعد كده لازم يكون في دراسه بقى حاجات بقى الفنيه لسرعه الرياح وهكذا. وبدليل لو الاداره المصريه او اداره قناه السويس يعني
اتطلعت امر بعدم اغلاق القناه يبقى لازم يكون في استجابه فوريه للاداره المصريه لقناه السويس، ويكون في كمان تعاون دولي لمزيد من الاستثمارات في هذه القناه، ويكون في تعاون ان انا اعمل توسيع لمداخل ومخارج او تعميق القناه، ويكون في تعاون دولي مع مصر في تطوير قناه السويس. صحيح. طبعا زي ما قلنا اهميه الاقتصاد. البعض اشار ايضا الى انه هذا الحادث برغم انه اثر على حركه التجاره العالميه الا انه اثبت للمواطن المصري واثبت لكل العالم اهميه ايضا قناه السويس الجديده. ويمكن احنا هنا ويمكن احنا هنا بنركز على فكره انه بعض الازمات يعني بيكون ليها بعض الايجابيات اللي بتسلط الضوء عليها، رغم انه هي ازمه الا انها بتركز على نقاط قوه لدى الدوله المصريه. تمام. انا من وجهه نظري ان الازمه دي كانت بالنسبه لمصر كانت تعتبر ميزه كبيره، وزي ما قلت لك تعتبر منحه وليست محنه، ان احنا زي ما قلت لك فيها دروس مستفاده ولازم احنا نستفيد من قناه السويس. برضه اثبتت ان الدوله المصريه كان عندها رؤيه ان انا اعمل قناه جديده نظرا لاهميه قناه السويس، وبرضه ده بيدل على ان احنا لازم مزيد من الاستثمارات في هذه القناه نظرا لاهميتها العالميه للتجاره العالميه على مستوى العالم كله، ولابد من مزيد من الاستثمارات ولازم نستغلها زي ما قلت لحضرتك لجذب بمزيد من الارباح. نعم. للدخل القومي المصري. الفريق مهام ميش صرح لنا منذ قليل انه في خطه تم وضعها للتعامل مع ال 356 سفينه اللي موجودين، وبنتكلم هنا عن خطة بأنه تم توزيع الإرشاد الملاحي عليهم وتم تقديم كل الخدمات ليهم علشان إعادة تيسيرهم بدرجة سريعة جدا وعدم حدوث تكدس خلال الساعات القليلة القادمة وربما الأيام القليلة أيضا القادمة. تمام. طبعا احنا برضو من ضمن الاستفادة من الأزمة أزمة التكدس، طبعا ادى إلى حوالي 320 سفينة تم تكدسها فيها كانت محملة بالنفط، وده متوقف عليه الصناعات على مستوى العالم. فاعتقد ان الدوله هتحط خطه وخطه استراتيجيه ان ازاي تتعامل مع الازمه اللي هي ازمه السفن العالقه، ان هي تعرف تمر في خلال ايام قليله او ان شاء الله انا اعتقد خلال الاسبوع ده هتكون الازمه كلها اتحلت. وده بقى هيفيدنا ان احنا زي ما قلت لك الاستفاده الكبرى ان احنا عندنا خبره في التعامل مع مثل هذه الازمات، وان شاء الله ما تحصلش مستقبلا، ولا قدر الله لو حصل اي حاجه هيكون التعامل سريع وعندنا خبره. وزي ما قلت لازم ضروري تجهيز هيئه قناه السويس بكافه المعدات عشان تواجه اي خطر مستقبلا. طيب دكتور احمد، انا اعتقد ان هو في فايده كبيره. بالتاكيد دكتور احمد، كان في الحقيقه خلينا في قراءه ما حدث من جهود، كان في كمان تنسيق، بما انه التنسيق او حلقه التعاون بين كل مؤسسات الدوله هي بتيجي كمان ضمن اداره الازمه. نعم، كان في طبعا متابعه دوريه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وايضا كان في سيناريوهات مطروحه للتعامل مع الازمه، كان في كمان تعاون مع الخبراء من الشركة الهولندية اللي جلبهم مالك السفينة. يمكن كان في هنا كمان كان في اتصال وثيق مع وزارة الزراعة اللي قدمت الأعلاف إلى السفن اللي بتحوي مواشي، يعني كان في حالة من التنسيق بدرجة كبيرة جدا مع مؤسسات الدولة. احنا برضو في البداية قلنا ان الدولة المصرية تعاملت باحترافية وكان في تعاون من كافة الجهات، كان ما كناش بنشوفه قبل كده، كنا بنعمل حجوز المنعزلة، لكن تم توجيهات السيد الرئيس مع السيد رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية، القوات المسلحة خاصة القوات البحرية، هيئة قناة السويس، فكان في تنسيق ان تحل الازمة في هذه الايام القليلة، فده معناه ان في ادارة الازمة بالاحترافية، ادارة الازمة هيكون في تنسيق بين كافة الجهات المعنية، وبرضه كان في استعانة برضه زي ما قلت لحضرتك الخبير الهولندي، وكان في سيناريوهات كمان لا قدر الله لو كان في حصل مشكله كبيره كنا ممكن نستعين بشركات اخرى. فكان في بصراحه تعامل مع الازمه تعامل من وجهه نظري تعامل باحترافيه، وده حاجه تحسب للقياده المصريه والدوله المصريه حتى على في كل الازمات. حاليا بقى في اداره ازمه جيده في كل المجالات، وان شاء الله القادم يكون احسن ان شاء الله، واحنا استفدنا من هذه التجربه استفاده كبيره وان شاء الله ما تتكررش في المستقبل، وهيكون عندنا استعداد تام للمستقبل، ودي من ضمن الحاجات او من ضمن الاستفادات من هذه الأزمة. صحيح يا دكتور، الجزئيه دي مهمه جدا. واخيرا عايزه اسال حضرتك توقعاتك للمرحله القادمه الايام القادمه فيما يتعلق في حركه التجاره واسعار النفط والتعامل مع او النظر الى قناه السويس.
تمام. هو طبعا اعتقد خلاص بعد انتهاء الازمه كل الامور هترجع لطبيعتها، بس ده هيبرز زي ما قلت لحضرتك اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم، وده مصر المفروض هتستفيد منه اقتصاديا وهتستفيد منه سياسيا كمان في التعامل مع مصر، نظرا لاهميه وجود القناه ونظرا لاهميه قلنا الموقع الجغرافي العبقري لمصر. وزي ما قلت لحضرتك ان لازم يكون في تعاون، ولازم يكون في ان القناه دي قناه عالميه، ولازم كل العالم يهتم بيها، يهتم باستثماراتها، يهتم بتطويرها، فان شاء الله هيبقى فيها افاده للقناه وافاده لمصر. واعتقد ان حركه التجاره العالميه هيحصل لها استقرار، وهيكون في دراسه ودروس مستفاده من هذه الازمه ان شاء الله. هل تتوقع لجوء بعض الشركات الى الطريق البديل راس رجاء صالح ام اعتقد ان هو طبعا هيبقى مكلف جدا، يعني طبعا ده في حاله طبعا لو كانت القناه متوقفه تماما كان هيبقى ده الحل الاوحد، لكن كلنا درسنا واحنا حتى صغيرين ان طبعا ان قناه السويس بتعمل توفير كبير للوقت والتكلفه، وهنا الوقت بيساوي يعني تايم از ماني زي ما بيقول، الوقت فلوس. بالتاكيد وده اللي بيهم كل هذه الشركات، يعني الربح في الدرجه الاولى طبعا. الربح في الدرجه الاولى طبعا. فاعتقد ان قناه السويس ليس لها بديل، وده الازمه دي ابرزت اهميتها مش للمصريين بس للعالم اجمع، ولابد من الاهتمام بتطوير قناه السويس. واعتقد مصر المفروض هتستفيد اقتصاديا وسياسيا، وبكرر سياسيا، من هذه الازمه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور احمد مجدي جنيدي استاذ الاداره الاستراتيجيه على كل ما تفضلت به من حديث.